لأن حواء ساعدت الشيطان في الوسوسة لآدم، قرروا أنهم ما يضموش أي بنت معاهم في عرض وسوسة، وكتبوا على فرقتهم للرجال فقط، 7 شباب ما بين 19 و20 سنة في كليات مختلفة تماما، اجتمعوا علشان يعملوا عرضهم الأول تاريخنا. سموا نفسهم بعد كده سكتش باند، وقرروا يقفلوا على نفسهم وما يدخلوش أي عضو جديد. عرضهم التاني زماشين لقى نجاح كبير، بس العرض الأخير وسوسة كان نقطة التحول الفعلية ليهم. عندي 19 سنة في كلية تربية عين شمس، مخرج باند سكتش وشغال بقالي 8 سنين. أنا اسمي محمد حامد، عندي 19 سنة وفي جامعة القاهرة في أدب وجغرافيا ومؤلف باند سكتش. طيب أنت كمخرج احكي لي جمعت الباند بتاعك إزاي؟ لا والله هو الباند اتجمع صدفة، يعني أنا كان في عرض في فرقة حرة برا، كانوا محتاجيني فيه إن أسانك معاه دور حاجة في الإخراج تمام. فروحنا هناك اتقابلنا صاحبنا على بعض، فتعرفنا على بعض بعد المسرحيه، قعدنا مع بعض ايه رايكم يا جماعه نعمل فرقه، فرحبوا جدا بالحوار لما قلت لهم ان انا مخرج واخرجت عرض قبل كده. انت كان سنك صغير، عندك 19 سنه. ما بس الحمد لله بقى يعني بدات صغير، ففي جوائز كتير جت والحمد لله تمام. فجمعنا فرقه باند سكتش انا ومحمد من 16/9/2018، يعني التاريخ ده بصراحه مهم جدا في حياتنا احنا الاثنين. حتى لسه الفرقه ما كملتش سنه. لا لسه خالص، بس هي الحمد لله حققت نجاح كبير الفتره دي جدا عشان الفكره كبيره. يعني بنعمل عروض قصيره، اللي هو مش بنمل اللي قدامنا، بنعمل عروض بسيطه وبنحط فيها حاجات كتير، كوميديا ودراما وتراجيدي ورعب. حتى بالعكس، يعني احنا لما بنعمل المسرحيات القصيره دي لما بنخلص بيقولوا لنا يا جماعه زودوا، حرام. يعني هم الحمد لله عجبهم الفكره جدا. ما هي فكره اسكتش العرض بيبقى تقريبا 30 35 دقيقه. يعني طب انت ليه ما فكرتش هتعمل عروض طويله بقى بما انك مخرج ومعاك ناس كويسه؟ ده بقى حاجه اسمها النظام التشويقي، احنا بنحاول نشوق الناس شويه. يعني احنا مثلا كفرقه كلمه سكتش اساسا ما جتش من فراغ، يعني احنا بنعمل عرض بنجمع فيه سكتشات معينه على حسب بقى اللي احنا عايزينه. فكره بقى تطوير العروض والكلام ده، لا ده احنا الحمد لله شغالين دلوقتي في عرض اسمه 3 رابع، محمد بيكتبه. العرض ده باذن الله هيبقى طويل. طب انت اتعملت كام عرض في الفرقه؟ الفرقه احنا عملنا 4 عروض، كانت بدايتنا بشخصيات بس ده ما كانش معروف، يعني في ناس كتير ما شافتوش. العرض اللي بعديه كان اسمه تاريخنا. تاريخنا ده يعني كان كويس جدا، يعني القاعه كانت كومبليت، حوالي 900 واحد قاعد. بس كلهم تاليف محمد؟ طب انت كنت واخد ورشه تاليف ولا الموضوع كان جه معاك كده هوايه واتعرضت على مجموعه هوايه تاليف؟ هو انا يعني في ثالثه اعدادي كده كنت في مسرح المدرسه، فكنت مؤلف عرض اسمه عرش الملك. عرش الملك. بعدها يعني اللي بقى حبيت الفكره بقى انا اكتب عن حاجه تبقى اللي هي مننا فينا، حاجات من حياتنا احنا، ففرقت معايا. يعني انا ما خدتش فيها ورشه الصراحه، يعني هي جت اجتهاد ذاتي. طب انت يعني عشان تطور نفسك في حته التقليد بالذات طبيعي تطورت في كتابتك، طب ما حاولتش تروح مثلا لكذا مخرج تعرض عليه عروض او نصوص حاجات تشتغل فيها؟ كنت شغال مع مخرج اسمه عبد الله الشاعر، كان بيقعد يتكلم معايا وبياخد مثلا مني مشاهد ولا حاجه احطها في العروض بتاعته. بس وانت يا محمد بقى، طب انت خدت ورشه اخراج؟ انا خدت ورشه اخراج، ان هو اساسا كانت ورشه تمثيل، انا حضرت معاه ورشه تمثيل عادي. بس بعدين قلت له حضرتك انا بحب الاخراج جدا، انا اساسا ممثل بقالي 8 سنين بمثل. يعني انت في الاساس ممثل؟ انا في الاساس ممثل، انا بدات 2011 كان عندي 11 سنه، من 2012 دخلت مهرجان خدت اول جمهوريه. بعد ما خلصنا قلت له يا استاذ عمرو انا بحب الاخراج جدا وعايز اخرج. كان ده 2016.
قال لي خلاص تعالى ظبط لي حبه حاجات، ودخلت في نظام الاخراج. اخرجت اول مسرحيه الاسرائيليه كان اسمها الترنيمه، كانت لغه عربيه فصحى. يلا يا جماعه كلوس، بسم الله، واحد اتنين ايه. كده فكله بيرمي افكار، فالفكره اللي هي الفكره هتبقى كويسه للبند، فاللي هو ايه احنا اللي عملناه تمام. فبرده يعني جينا اللي هو احنا عايزين نبقى مميزين، اللي هو بعد مثلا لما عملت العرض وخلصنا المشهد وخلاص خلصنا العرض وخلاص في التحيه مثلا، فاللي هو نبقى كلنا يعني حاجه مميزه ما حصلتش قبل كده، فكلنا لابسين نفس التيشيرت بنفس اللوجو، حاجه مميزه للبند. بس انا بشوف فرق مثلا بتحب تطلع تحيي بلبس الكاركتر عشان الناس تفتكرها، لان انتوا بالنسبه لكم بتطلعوا كلكم شكل واحد. طيب ايش معاكم الجزء ده؟ هو كده كده اصلا المشهد اللي بنعمله او الكاركتر اللي بنمثله بيبقى محفوظ. طب انتوا التيشيرتات بتحضروا بيها البروفات ولا بتطلعوا بيها في العروض بس؟ بتبقى ممكن لا في كل حاجه، يعني انا يعني مثلا التيشيرت ده بيبقى معايا في كل حته، عارف اللي هو حاجه مقدسه كده يعني، فاهمه اللي هو بيدي روح اصلا. وانتوا اللي جمعتوا من بعض ورحتوا مثلا جبتوا الديزاين، اكيد حد عمل لكم الديزاين. الديزاين احمد العمل، احمد هنا في الفرقه. وجمعنا بقى كلنا اصلا، يعني كل حاجه بتصرف من البند دي بنجيبها، اللي هو احنا نشتغل بره يعني نشتغل بره مش في. انت برضه شغال بره؟ هو انا شغال مع والدي بابا حمد. لا 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 بس لو احتاجني اكيد يعني مع بعضين في مصنع والدتي، فبرضو احتاجت الشباب، فكلنا اللي هو ايه يعني احنا مع بعض في اي حته. بس يعني انت كده كنت تعرف حمو قبل اصلا ما تيجي البنك؟ هو انا حمو كان معايا في فرقه حره، فحصل اللي حصل بقى وهو احتاجنا في العرض، ومن ساعتها يعني اتفقنا اللي هو لا احنا لازم نتجمع، فحصل بينا كيميا كده فكانت حاجه كويسه. لانه انتوا كده يعني الموضوع الكيمياء اللي بينكم وان انتوا فاهمين بعض واخد راحتك بالظبط، ان انت حاسس ان انت في بيتك يعتبر بتشتغل في نفس. طب عايزه اعرف حاجه بقى، لو مثلا في توزيع الادوار وجي مثلا دور انت خدته مش عاجبك بتتكلم ولا اللي هو ايه لا انا هعمله؟ هو هي الحكايه دي انا ممكن اتكلم معاه فيها، بس طالما هو شايف ان انا هعمل ده كويس فهو المخرج شايف اكتر مني، فاللي هو انا اكيد هسمع كلامه، وغير كده هو لو شايف ان انا في الدور التاني هعمل احسن ما انا في الدور ده اكيد الصالح العام اهم. طب ما فكرتش اقف مره تسيب البنت؟ يعني لو جات لك مثلا فرصه احسن. هي الفكره دي ما جاتش في دماغي اصلا، مش هقول لك لا او مش لا، هي الفكره دي ما جاتش في دماغي اصلا. انت زي ما قلتي يعني من شويه كده قلتي يعتبر ده بيتك، فمحدش بيسيب بيته. احنا لما جينا عملنا ورشه اخراج هنا ورشه تمثيل للفرقه بتاعتي، احنا ما قلناش لحد بره ان احنا عاملين ورشه تمثيل. محمد اقترح عليا الفكره، قال لي يا محمد احنا عايزين نعمل ورشه للفرقه بتاعتنا، بحكم خبرتك بحكم خبرتنا القليله هنحاول نساعد بعض. بس قعدنا شغال برده في ورشه تمثيل مع بدايه طلبه تمام، كانت عامله 4000 تمام. اشتغلت معاها بالظبط 3 شهور. انا اصلا ممثل
وفي بقى اللي هي مثلا اغاني بتبقى احنا اللي مألفينها وبنروح نسجلها لما نسجلها في استوديو ونحطها في العرض. تأليفك برضو؟ اه بيبقى تأليف معايا. اه يعني الاغنية بتبقى على حسب العرض. اه ومين بيغني؟ بص اقول لك حاجه، احنا عندنا يعني بسم الله ما شاء الله محمد حامد وعمار ياسر واحمد جمال وكريم بسيوني. الاربعه بيغنوا راب. احمد جمال بيكتب نثر كويس جدا يعني قريب باذن الله هيبقى ليه روايه. عندنا محمود ابو المجد ده مغني كويس جدا. وعندنا احمد الدكتور ده عنده فرقه فنون شعبيه وصوته بسم الله ما شاء الله يعني في الابتهالات والكلام ده. وانا شاعر، انا بقول شاعر يعني كتابه الطبقات بتاعتي. اه كلكم هنا في الفرقه بتاعتك بتعمل كل حاجه. اه احنا كيان تاليف واخراج عليك، لو حد هيغني لو حد هيعمل استعراض لو حد هيرقص وكده. اه كامل متكامل فاير مسرح بيتعامل مع كل الناس بيجي. تصرفوا على عروضكم ازاي؟ من نفسنا احنا. يعني حجز البروفه ده يعني ربنا ليه يعني احنا بندفع من جيبنا بقى. حتى في الديكور لو هتروح مثلا تسجل اغنيه لو هتعمل حسابنا كل حاجه يعني بجانب المسرح بتاعنا بنشتغل بره بقى عشان يبقى معانا حاول نصرف على اشتغلوا ايه يعني. هو انا شغال مصمم ازياء مع والدي في مدينه الانتاج، محمد برده جه معايا ومعظم الفرقه كمان راحت معانا. ده غير ان محمد يعني كان شغال في نجيني وكان ظهر الدنيا. احنا عشان حابين الموضوع وواثقين في اللي احنا بنعمله. جاهز؟ يلا 1 2 اي بعد كده بقى بدأ اصحابي مثلا بدأنا الحفلات اللي بنعملها بيجي لنا منها فانز
فابتدينا مثلا ان احنا لما يكون عندنا عرض او الكلام ده ناخد التيكتات وننزل مثلا لمكان الفانز بوك نبدا نسوق لهم. طبعا واحد جديد تاني جديد تاني فولا بتاع احنا بنفانز بوك. طب انت بقى بتشتغل بره ولا انت يعني بتدرس بس يعني مش متجه لشغل تاني وبزائد يعني شغلك هنا؟ لا لا انا بدرس وبشتغل برضو مع حمو مع بابا في بنت انتاج الاعلامي في الفريق. اول ما بنلاقي مثلا في مصلحه الواحد يبدا الواحد يجيب الثاني يجيب الثالث لحد مثلا اللي احنا ايه مش بند او كده احنا عيله قبل ما نكون بند احنا عيله. طب هو ليه سكتش يعني لما حمو عرض عليكم الفكره وقال لكم عايز اعمل سكتشات مش عروض طويله حاجه كده يعني صغيره 30 35 دقيقه يعني انت وافقت ليه او كنت شايف ايه المميز او الجديد في الفكره؟ الفكره ان احنا اصلا قبل ما نقول اسم الفريق كنا عملنا سكتش اسمه سكتش تاريخنا تاريخنا اللي هو كنت انا عامل قبليه عرض لقيت ان ما شاء الله تاريخنا يعني كان نص ساعه تمام لكن حقق نجاح اكبر من المسرحيه مثلا اللي عملتها قبل كده وصل رساله وكان هدف. فكانت الفكره بتاعته ان احنا نعمل عروض قصيره وتوصل الرساله وتسمع احسن ما نعمل عرض مثلا ساعه او ساعه ونص او ساعتين تمام وما نوصلش منه فكره او باخد منه رساله. فكانت الفكره ان سكتش كان احسن لانه عرضه قصير لكن ما شاء الله الناس بتفتكرنا بحاجه عشان تطلعوا مجهودكم كله افكاركم كلها في نص ساعه دي فبالتالي بتوصل الرساله اسرع للناس. حتى محمد حامد مؤلف الفريق لما بيجي مثلا يالف حاجه بيكتب وبيسيب مساحه يعني مثلا ممكن مثلا مسكتش فيه نص ساعه ممكن يكتب مثلا تلت ساعه ويسيب مثلا 10 دقايق انه متوقع انه هيحصل فيه اقتراحات مننا او هيحصل في اي حاجه ممكن ازود حاجه ممكن اشيل حاجه فالموضوع بيسيبه لكم. احنا برده فدي برده كانت حاجه كويسه جدا في البند ان احنا اللي عنده فكره بيقولها انما في اي فريق بره حر تمام معظم الفرق ما بتقبلش كده بيعتبروها هيقول لك تفاصيل وفي الاخر ايه ان شاء الله بنضيفها. أنا اسمي كريم بسيوني طالب في كلية حقوق جامعة القاهرة ممثل في باند سكتش. طب جيت الباند ازاي؟ أنا ما كنتش ليا في التمثيل خالص الفكرة ما كانتش عندي خالص بس حامد يعتبر اللي هو متربي معايا من صغري فاللي هو اخوات فجه قال لي أنا محتاجك في كذا اللي هو نعمل عرض قلت له ماشي خلاص تمام معايا فاللي هو خلاص أنا رايح أعمل حاجة هتخلص وامشي. بعدين فكرنا نعمل بقى البند نأسسه زي ما حضرتك اللي هو تاريخنا كانت البدايه فبعدها على طول حبينا بقى نعمل ايه نأسس البند نفسه فقلت له معاك بقى لكذا سبب ان يعني حسيت براحه في المكان فاهماني الناس نفسهم حبيتهم يعني واكلين عيش وملح مع بعض زي ما عمر قال لك نلعب مع بعض يعني اللي هو اخوات بالظبط فاهماني بس يعني غير كده بقى بيعلم من المستوى اللي هو انا جاي ابيض خالص ما انا بتكلم كده ان انت كنت جاي ماليش اصلا في التمثيل وما اعرفش حاجه بس فاللي هو ايه بقى يعني لا فعلا شغال مع ناس بتبقى فاهمه يعني حمو صغير سنه عدي يعني مواليد 2000 انا وحمو وحامد فبس اللي هو ايه حامد بسم الله ما شاء الله عليه بيكتب كويس حمو مخرج يعني ما شفتش فعلا زيه اللي هو فعلا حد بيفهم عمار موهبه فعلا في الكوميديا يعني بجد يعني جيمي ترشدي جميل ابو المجد عبقري فاللي هو ايه لا كل الحاجات دول يعني بيعلم منا ان انت كنت جاي اصلا ما اعرفش لما بطلع انا وحش لا كريم هو اللي بيبقى وحش بس لو حلو فعلا ببقى بصراحه. طب كلمني بقى شويه عن عرض وسوسه. فكره وسوسه زي ما قالوا لحضرتك اللي هم اتنين شياطين فبيحاولوا يوقعوا ايه ما بينكم اللي احنا كفرقه يعني طبعا المخرج والمؤلف كانوا شياطين بره السكور فاللي موجودين عمار جيمي ابو المجد عاوز اقول لك يعني العرض بيتكلم عن اصلا فرقه فرقه لسه هتبتدي اللي هو ايه بقى بينا البدايه بتاعتها بس اللي هو ايه برضه في مشاكل الشياطين بتحاول تعملها بتوسوس بقى دي جايه من اسم وسوسه انت ازاي بقى انت ازاي انت تالف ازاي انت تعمل طب هو احسن منك في ايه كل المشاكل دي بس وبقيت برضه حته بتاعت معاناه ممثل مسرح ان هو لو عنده مشاكل ايه لازم يجي بس انت اكيد طبعا في حقيقتك كريم بتواجه حته ايه مثلا يا ابني انت كل يوم رايح بروفا يا ابني انت كل يوم بتروح تدفع يا ابني انت كل يوم مش عارف مواصلات وبتعمل طب انت بتتعامل مع الموضوع ازاي؟ بس اكيد كل الناس كده انت بتتكلم في حته ده مش شغل بتاخد منه انت بتدي بس في بدايه الموضوع انا ما كنتش مفهمه كده في البيت اللي هو ايه مش كسوف بس ايه عشان ما حدش يسخر انت بتمثل من امتى؟ انت ليك في الموضوع ده ولا
انا ماليش بس انا حابب كده. لا ما كده خلاص عارف خلاص يعني خلاص هو كده عارف. لا بس مع الوقت مع الوقت والقعده مع الناس لا فعلا زي الاخوات فاللي هو انا حبيت الفرقه دي. لا انا لو جالي ايه بره مش هفضل. طب العرض بقى بيخلص على نهايه العرض اللي احنا هنواجه الشياطين دول لو احنا عارفين ان هما اللي بيوقعوا للمبادئ لما نيجي نواجههم هما هيسيطروا علينا وهيحاولوا يموتونا. وحمو ومحمد حامد شغالين معاكم ممثلين برضو في بيمثلوا في الفرقه بعيد عن ان ده مخرج وده مؤلف. لا عادي هو كده كده ممثل ومخرج مؤلف وممثل عادي اللي هو ما بتفرقش. زي ما انتوا برضو بتعملوا كل حاجه مع بعض بتبقى ممثل وبتعمل مثلا معاهم البانر تبقى ممثل وبتعمل الديكور وممثل بالنسبه للديكور والحاجات دي هم في نقطه بس نسيوها الديكور. الديكور ده معمول عندي في الشقه من الساعه 11 للساعة 3 الفجر درجة ابن ابويا هو اللي كان بيقوم يعمل لنا شاي. وانت بتشتغل بره ولا؟ شغال في الشركة. شركة تبحث تسويقية. وبتعرف توافق ما بين شغل التمثيل وما بين شغلك اللي بره؟ على قد ما اقدر يعني مرة كملت شغل الصبح جيت البروفة خلصت رحت كملت شغل هناك فاللي هو على قد ما اقدر. بعد كده يعني جت معانا الفكرة ان احنا بقى قعدنا مع بعض كتير جه مدرس تاني كنا رايحين نتكرر معاه برضه عشان الحفلات كانت جاية ورا بعض فانا كنت رايح للمدرس ده قلت له عامل مع حضرتك عرض قال له خلاص ماشي هات الفرقه بتاعتك وهيبقى في منافسه لان انا اصلا كده كده كنت متفق مع فرقه هتيجي تعمل لي عرض. فاتفقت انا وحمو قلت له حمو تيجي نعمل عرض قال لي طب هنتكلم عن ايه قعدنا كتير على ما فكرنا ان احنا نعمل فكره وانا نايم جات لي الفكره ان احنا هنتكلم عن مسبحه القلعه وبطريقه كوميديه قوي. هو كان مدرس تاريخ؟ مسبحه القلعه وفلسطين دول كانت اكتر حاجتين دي مثلا في الكوميديا ودي في الدراما. طب هنربط بين الاثنين ازاي؟ ان دكتور بيعمل انترفيو للناس اللي جايه القسم وبيسال للمقدم في قسم التاريخ ده انت داخل ليه؟ بعد ما يساله هيروح قال له طب ما تحكي لي شويه عن اي حاجه من الشخصيات التاريخيه اللي انت عارفها فراح احكي له عن محمد علي. بعد ما بيخلص يعني احنا بنعمل المشهد على اساس ان هو ده كل ده بيحكي بس احنا اللي قايمين بالدور. يعني حكى اساسا جت ان هو بيقول له طب ما تحكي لي عن محمد علي قال له انا هقول لك هوب بلاك يظهر بقى ايش تبغى من مش عارف ايه مظاهرات بقى على محمد علي فيظهر محمد علي تخلص بلاك فيقول له يا فندم حضرتك فهو كان نايم فيبدا بقى يحكي كانه بيحكي له بالظبط. بس ده كنا الفرقه برضه فرقه سكتش يعني انت ساعتها كونت اصلا كونتوا الفرقه اتكونت بقى ازاي؟ اتكونت ازاي؟ حمو طب احنا انا خلاص الفت العرب تمام وكنا بنقابل معاناه كتير من صحاب القهوه اللي بنقعد عليها عشان كنا بنقعد فتره كبيره ممكن اصلا بتالفوا في القهوه. العرض ده انا كاتبه في القهوه وقاعدين من الساعه 11 بالليل لغايه الساعه 11 بالليل تاني يوم 24 ساعه بكل حاجه بكور بملابس بكل تأليفه يعني طلعته في قد ايه تقريبا العرض ده؟ يعني الحمد لله وقلتوا للفرقه ورسمتوا حركه وعملتوا كل حاجه ست ايام بالظبط يومين دول بروفو تقبلوا الموضوع جدا شخصياتهم كانت راكبه على الموضوع صح. بعد كده ربنا كرمنا ان في مدرس تاني بقى هو اللي كلمنا وخلاص بقى احنا عندنا عرضين كويسين فسمعوا يعني في الوسط التدريس عموما المدرس راح مكلمني قال لي انا عايزك تعمل لي عرض بتاع عشان العيال طالبين كانوا منزلين صورتنا واللي هي بقى الطلاب وقالوا له الناس دي بيعملوا شغل كويس فراح مكلمني وعملنا له عرض اسمه شخصيات. العرض ده كان جايبين منهج الفلسفه بس بطريقه كوميديه ان طالب هيذاكر كان كل لما يقول اسم فيلسوف ولا حاجه الفيلسوف ده بيطلع على سبيل المثال مثلا لما بيطلع له ابن خلدون بيقول له انت مين؟ بيقول له انا عالم شامل كامل متكامل في اي منهج بتعامل عشان ابن خلدون بيطلع في كذا حاجه جغرافيا وارسطو هو ده ادبي. فاتكلمنا عن الفكره دي بعد كده بقى ربنا كرمنا ان احنا عملنا وسوسه وعملنا زماشين شغالين في ثالثه رابع. Oh!
السوكسين نفسه بقى يا جماعة.